لنعلن عن نجم سوداني، وهو نجم بحق، النجم والممثل وأحد مؤسسي فرقة الأصدقاء المسرحية والمشهور باسم كبسول، دكتور فيصل أحمد سعد. مرحبا بك دكتور فيصل، وهذه أول إشراقة لك على قناة الشروق. مرحبا بك. تفضل دكتور فيصل. أنت متخصص في الصوتيات، واختيارك واتجاهك تحديدا لكلية الدراما، تكلمنا عن سر هذا الاختيار. والله يا اخي طبعا هو الدراما المدخل الاساسي حقها لها هو الصوت، يعني لازم يكون في صوت. وانا ممثل يعني اشتغلت كويس في التمثيل، كان لابد ان اختار حاجه يكون مدخلها قوي ومهم وضروري وغير موجود ونادر التخصص. فكان ان اخترت الصوتيات لانه انا من بدري يعني حتى ايفن قبل ما تتخصص، يعني قبل ما اخش طالب انا في كليه الموسيقى والدراما، يعني في الجمعيه الادبيه انا بقول القصائد والمطالعه، انا اقرا الكتاب يعني من بدري. الحكايه ظهرت الميول من بدري يعني من بدري. فكان ان بعد ما خلصت الحكايه دي نمت فيني انه كيف اهتم بعلم الاصوات والصوتيات والتدريب على فن الالقاء بمختلف الاشكال، يعني مش على الدراما بس، يعني تدريب يعني اي حاجه عندها علاقه بصناعه الكلام، يعني محاضر، مذيع، مغني، ممثل، قاضي، محامي، اي زول عنده علاقه بفن الكلمه. نعم. طيب دكتور فيصل، عرفت بشخصيه كوميديه نمطيه عرفوك بها الناس كلهم وحبوك عليها جدا، وحتى اسمها طغى على اسمك، يعني بيقول الناس بيعرفوك بكبسول اكثر من دكتور فيصل. يا ريت تكلمنا عن سر اعجاب الناس كلهم وبالاجماع بهذه الشخصيه. والله شخصيه كبسول هو طبعا يعني في لبس في الحكايه، في كبسول، وفي ناس بيقولوا كبسول، سمعت لي ناس جاي بيقولوا كبسول. ما مشكله صحيح عليهم. ما مشكله. الراء واللام واختيار الاسم ذاته جاي من وين يعني؟ اي فالشخصيه هي يعني مصنوعه صنعتها فرقه الاصدقاء المسرحيه، ويعني انا بس نفذتها يعني. لا شكلك اختاروك انت تحديدا بناء على فكره عندهم. ليه اختاروا تحديدا فيصل احمد سعد؟ ليه تقول لي كذا يعني انت؟ عشان دايره توريني لا طريقه ادائك ويعني تمثيلك لهذه الشخصيه كان يعني رائع جدا، يعني مقنع اي شخص اقتنع انه حتى دكتور فيصل ده في حياته طبيعي هو بالطريقه دي. هاي لو ده كان بقى كذا صح؟ بيبقى دكتور فيصل ممثل فاشل. كيف؟ كذا يعني اي فنان الـ 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 الشخصيه اللي انت بتاديها لو فيها جزء منك معناه انت ما جبت اي حاجه جديده، بس طيب شخصيتك قدمتها للآخرين. كيف عندكم بيتم اختيار الشخصية لتنفيذ دور معين؟ الناس عارفين إمكانات بعض ومقدرات بعض، ويعني طبعا أي زول عنده مقدرة بتحرك فيها وعنده إمكانية والممثل معاك أو المخرج اللي معاك بيعرف أنت ممكن يديك عشان تعمل شنو أنت، فبقوم يديك الشخصية مش عشان أنت لايوق وأنت محجاجي وأنت زول بتاع يعني بتضغط شديد كذا مع الناس لغاية ما تجيب كبسور بيعرف يعني. فهم بيعرفوا إمكانياتك، قام ادوني الدور ده انا، لكن ده ما معناه انه انا لايق شديد و لا حاشاك والله. دكتور فيصل، يعني عايزين الليله ونحن بنتكلم عن التنوع الغنائي في السودان، عايزين نتكلم عن الجانب الموسيقي في اهتماماتك، لاي درجه عندك اذن موسيقيه حاده نقدر نقول على اذا جاز التعبير؟ والله انا شوفي بحكم يعني اهتمامي بالصوت وتدريب المؤدي على الصوت والممثل على الصوت
وانا بفتكر انه المغني ايضا المفروض يتدرب على الصوت. يعني بقيت انا يعني 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 شديد الاهتمام جدا بالاداء الصوتي، يعني اي فنان يجي قدامي عشان يغني انا بكون منتبه شديد جدا جدا، عايز اشوف الزول ده ادى صح، هل المخارج صح، هل الكلمات وصلت صح، هل تعبير وشه صحيح متوائم مع الاشاره مع اللفظ مع الحركه. ده كله اهتمام كبير جدا بيخليني انا اكون انا ما كنت ما فيش لكن لا عموما يعني عموما من من يعني تقصد انت في معرفتك باداء الفنان ورجيلان. ده الليله يوم اللي كنت فيك الليله انا مش زي ما عايز كويس. فبعاين الفنان كده الحكايه دي ادتني وزن يعني حساسه. انا ما درست موسيقى، علم الاصوات عنده علاقه بالموسيقى صحيح. يعني حقيقه ان التدريب الاصوات احنا قاعدين اولادنا اولاد الدراما وكنت نجي ندربهم على الاصوات بنوديهم لناس كمال بغادي في في الالات في البيانو حقه مثلا بنخليهم يقولوا الدرجه في السلم الموسيقي من الاول والثاني والثالث والرابع والخامس كده عشان اصواتهم تبقى قويه ويعرفوا التنفس واذنهم تبقى حساسه. يعني نقول للود بتاع البيانو ادينا الدو، الممثل ادينا الدو بصوته، ادينا الري، الممثل ادينا الري بصوته، ادينا الفا، الله، السي، كله بندربه بيقى عندنا حساسيه بالغه في انه الاصوات الجميله تاثيرنا اثر شديد وبنقدر نتكلم فيها. يعني صوتك جميل، يعني انا بقدر اول حاجه بعرف تصنيف صوتك اذا كان هو صوت يعني غليظ رجالي ولا حاد رجالي ولا غليظ نسائي ولا حاد نسائي ولا كده ولا كده، يعني بنصنفه طوالي بنعرفه. يعني الصوت الجميل بيخلينا نحن منتبهين ومعجبين جدا 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 اي كان باي لغه. يعني انا ما كنت متخيل انه يجي يوم من الايام انا اكون اعرف الحاجات دي كلها، لكن تخصصي في علم الاصوات خلاني قريب جدا من هذه الاصوات لكن ما بصل لدرجه انه مرات كذا يعني احكم اصوات المغنيين. يعني المغنيين دي طيب بالذات نحن ليله كنا زي ما ذكرت لك بنتناول موضوع يعني عن التنوع الموسيقي في السودان والتنوع الغنائي، وكنا بنقول قبل دكتور كمال يعني انه في كل منطقه لها طبيعه وبيئه محدده شكلت اصوات وايقاعات اهل المنطقه. يا ريت تكلمنا كمان عن الجانب ده شويه. يعني انا ما بقدر اتكلم كثير في الحته دي، لكن الحاجه اللي بعرفها حسب يعني دراستنا للايقاع بالذات، يعني يعني الناس اللي جايين من مناطق سهليه واسعه يمتلكوا مقدره بتاع التنفس عاليه. الناس اللي جايين من الجبال اصواتهم بتختلف. الناس اللي جايين من المناطق فيها اشجار وفيها حركه بتاعت اشياء اصواتهم بتختلف صحيح. لكن الكلام ده كله بذوب وبينتهي وقت يجي زول الخرطوم عشان يجي يغني قدام الناس. لكن عشان كده ناس كردفان لانه مناطقهم سهليه يعني بس اصواتهم يعني عندهم حاجه اسمها الهسيس، يعني حاجات ماشيه كده يعني زي 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 سير الجمال كده وبالراحه وصوت من الحنجره اغنيات اغنيات او اصوات ماخوذه من الطبيعه تحت المكان ومن البيئة. الدليب ايقاع الدليب جاي من 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 من, من الحياه الملونه المليئه بالايقاعات الغريبه جدا جدا في شمال السودان. عشان كده ايقاع الدليب ايقاع خطير بنختبر بنزل بالمناسبة كمان الطالب كنت يجينا عشان نعرف إيقاعه بنقول له اعمل لنا إيقاع الدليل نعم. إذا عمله صح معناه إيقاعه شنو موزون. طيب عايز أرجع لدكتور كمال يوسف، ويمكن أنت عملت رسالة الماجستير عن استخدام أغنيات الحقيبة في تدريس آلة الفلوت نعم. وصلت لشنو من خلال دراستك دي؟ أنا يعني كان حاولت أنت تدخل التراث بقدر الإمكان وأكيد خرجت منه بأشياء كثيرة. الملاحظ أنه نحن قاعدين نستخدم التراث بأنه نتناول ونقدمه في أشكال مختلفة. يعني مثلا أغاني الحقيبة كثير ما أعيد توزيعها حتى في تجربة الأوركسترا والكورال بتاعت المعهد، نفس الأغنية بيقدموها لكن بإضافات مثلا موسيقية مقدمة كده خطوط لحنية، لكن في أبعاد ثانية الناس ما كانت تطرقت لها أنه الموسيقى دي اللحن المعين أنت ممكن تحلله وتفككه لخلايا ولجزيئات دقيقة ما بيسمع الإنسان لما يكون بيسمع في اللحن كله مجمل صحيح. دي الخلايا دي بعد ما تفككها ممكن تعيد منها بناء نماذج تانية. الزول ممكن لما يسمع يحس إنه هو بيسمع في لحن أغنية معينة، لكن هنا بيستفيد منها منه بيستفيد منها الدارس. أن إحنا في كلية الموسيقى والدراما منذ أن كانت المعهد العالي للموسيقى والمسرح ومعهد الموسيقى الناس كانت معتمدة في دراستها للآلات الفلوت والبيانو والكمان وكل الأشياء دي على مناهج أوروبية غربية روسية ألمانية فرنسية بتجي الناس بس بيدرسوها لحد ما يتخرجوا. نعم إلا من اجتهادات فردية لبعض الأساتذة كانوا بيحاولوا إنه يعتمدوا على أعمال محلية من داخل دي السودان. الأعمال دي لما يجوا يقدموها لما تيجي تقدم الأوركسترا حاجة بيقوموا يقدموا عمل سوداني نعم. لكن ما في طالب بيدرسوه بمادة سودانية نعم. فالحاجة اللي عملناها نحن
انه الدراسه بتاعت الاله ذاتها وتنميه مهارات العزف تكون بماده سودانيه موازيه للمنهج الاوروبي. يعني جيد جدا انه الطالب السوداني يتعرف على ثقافات اخرى ويجيد اداءه. يعني احنا طالبنا يعزف باخ ويعزف بيتهوفن ويعزف موتسارت، لكن من المهم انه يتحرك من الداخل. ومن الاشياء الغريبه نعم. اللي عرفتها كمان من خلال رسالتك للماجستير دكتور كمال انه استخدام اله الفلوت كان من عام 1926 بالضبط. يعني كانوا دخلوا مع واحده من الفرق العسكريه من مصر وحتى عزف مع الحاج محمد احمد سروان. كان في واحد من العسكريين جو مع الجيوش اللي جات السودان اسمه عبد الرحيم سليمان العمرابي. العمرابي وهو كان سجل اغنيات منها يا عيني وين تلقي المنام، لو الناس استمعوا لها بتسجيلات اغاني الحقيبه القديمه فيها فلوت. الاغنيه بتاعت الهلال فيها الفلوت مستخدم، سجل اغنيات كثيره مع الحاج محمد احمد سرور وظاهره جدا كانت. فده كان منذ 1926 كما ذكرت. يعني وهناك ايضا الات بنحس انه سودانيه تماما زي شنو دكتور فيصل؟ يعني انا ما عارفه يمكن لحد ما عرفت المعلومه دي عما قريب انه الفلوت ده منذ زمن طويل بيستخدم، لكن في الات ثانيه كمان موسيقيه بنفتكر انه هي سودانيه في الاصل. يعني الالات الشعبيه المعروفه يعني مثلا الربابه رغم انه عندها اشكال اخرى عربيه، الربابه بطرق اخرى يعني بتختلف. في مكيكي ما اعرف اله سودانيه، امبريبري مش في حاجه اسمها امبريبري؟ امبريبري يعني الات موسيقيه صغيره بيستخدموها الناس وهم ماشيين على المزارع، هم ماشيين على العمل، تلقاهم بيعزفوا بها كده طق 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 ماشيين كده يرفعوا بها ايقاعهم عشان يمشوا حلال الشغل حقهم. الات كثيره يعني موجوده في وجدان الشعب السوداني. طيب احنا عايزين ناخذ نموذج عمل دكتور كمال عن استخدامات اله الفلوت في اغنيات مسموعه من زمان. الحقيقه استخدام الفلوت في الموسيقى السودانيه كان الفلوت موجود من وقت مبكر، لكن كانت اله البيكلو او البيكلو فلوت او الفلوت الصغير هي الاكثر ظهورا في اغنيات كثيره زي اغنيه الوسيم، هي ممكن تكون اشهر اغنيه فيها البيكلو. لكن الفلوت ديع اللي هو الكونسرت فلوت يعني استخدم، لكن ما كان ظاهر الا في منتصف السبعينات وظهر عند اوركسترا الاستاذ محمد وردي تحديدا بشكل واضح عندما تخرجت الدفعات الاولى من معهد الموسيقى والمسرح. وكان الاستاذ صلاح دهب واحد من الرواد اللي اظهروا اله الفلوت، ومن اجمل الصولوهات اللي تالفت للفلوت الف الاستاذ محمد وردي وعزف صلاح دهب صولو في اغنيه جميله ومستحيله. الأشياء اللي ألفت الفلوت في الموسيقى السودانية وأظهرت آلة الفلوت نفسها، ومن الوقت ذاك الفلوت بقى آلة أساسية في الأوركسترا السوداني. طيب أنا عايزة أجيبكم لجانب ثاني يا دكتور كمال، يعني بذكر في واحدة من مقابلاتك قلت إن الكم المنتج من الغناء على كثرته لا تقابلها جودة وينبغي الترشيد مع مراعاة التجويد. هل هناك كيان موسيقي يفترض به أن يراقب هذا الكم الهائل من الإنتاج في الغناء السوداني ومراعاة تجويده لأن يصل به إلى الحد المطلوب؟ يعني والله نحن لو حاولنا نتكلم عن أجهزة رقابية في مجالات الفنون وكده دي المسألة بتكون حساسة وقد ما تكون مجدية، لكن نحن بنتكلم عن ارتقاء بمستويات الكادر العامل في المجال ده. يعني إذا أنت دربت الموسيقي اللي بيغني أو اللي بيعزف أو اللي بيسجل الموسيقى المنتجة دي أو اللي بيبثها من خلال الأجهزة الإعلامية دربته بالحساسية اللي بيتكلم عنها دكتور فيصل قبيل تجاه الصوت وتجاه الإيقاع بنحل المشكلة. أنا فعلا اتكلمت عنها إنه فعلا نحن عندنا كم هائل وعندنا رصيد ضخم جدا جدا، لكن أحيانا المخرج بتاعنا ما بيكون بمستوى ما عندنا من قيمة حقيقية في مادتنا. يعني أحيانا لضعف في الناس، أحيانا لضعف في الأدوات، الآلات نفسها اللي بتستخدم الناس. يعني أنت لما تقدم عمل موسيقي جاد ممكن تكون في تستخدم فلوت زي دي قيمته ما تتجاوز 500 جنيه سوداني،
وممكن تستخدم فلوت قيمته تتجاوز عشرات الأضعاف. وهكذا بالنسبة للكمان مثلا، يعني ما في مبالغة إذا قلت لك إنه في آلة كمان بتشتريها من الدكان ب$100,000، صحيح، وفي آلة كمان بتشتريها ب$100 ولا ب$50، يبقى في فريق في الصوت الطالع منها في أشياء كثيرة جدا، وده اللي بيحصل برا. يعني ده الفريق بيننا وبين الآخرين، إنهم هم البروفيشناليتي دي، الحتة بتاعت الاحترافية ما بيلعبوا فيها. يعني ما في موسيقي محترف بيعزف بآلة بتاعت تعليم، ده الفريق. وملاحظ ايضا، ويمكن دكتور فيصل ياكد على هذا الكلام، انه ما يحدث داخل كليه الموسيقى والمسرح اكيد انعكس على مجريات الفن وعلى تطوره وعلى رقيه في الساحه الفنيه السودانيه. تاكيد. يعني كل الناس الان اللي بتلقون في الاجهزه كلهم على مستوى الموسيقى والدراما هم القائمين على الامر الان، يعني حتى من خلال الفرق الغنائيه والفرق المسرحيه. نعم. اللي تخرجت من لا تخلو فرقه موسيقيه من خريجين في كليه الموسيقى والدراما بمختلف تخصصاتهم ومختلف آلاتهم، لا تخلو من ذلك ابدا. لا تخلو يعني اي اعمال دراميه تقدم في القنوات من خريج درس هذا الفن عندنا في كليه الموسيقى والدراما اطلاقا. نحن بنتمنى دائما انه تخرجي الى السودان يعني كل الامكانيات الرائعه وكل الاشخاص المتميزين. استاذ نور الجيلاني، حسمعنا ثاني شنو؟
نظرة وتساني حبك تسمح لي بقيت تمر بينا محال تجعلينا ولا تقول دي الناس كانوا في ماضينا واللي بحق الليل هالنقص فينا يهدك جديد
Yeah.